السلام عليكم لي كيب، مرحبا بكم من جديد في القناة تاعنا. ما تنساش خوتي جامو اشتراك في القناة كيما العادة. خلونا نشوفوا كل جديد وكل حصري لاتحاد العاصمة. خوتي نبدأ بأول حاجة هي لاعبين اللي قاموا بتجديد مع اتحاد العاصمة. نبدأ بأول لاعب إسلام مريلي، يجدد العقد نتاعو مع اتحاد العاصمة لمدة موسمين، حاجة مليحة خوتي. نزيدو نروحو للاعب الثاني. عندنا أيضا خوتي بنبوط، يوافق على تمديد عقد نتاعو مع اتحاد العاصمة لسنتين إضافيتين، حاجة مليحة خوتي، حارس في المستوى. عندنا أيضا خوتي لاعب عليلات، يوافق على تمديد عقد نتاعو مع اتحاد العاصمة لمدة موسمين إضافيين، حاجة مليحة خوتي. أيضا نقولوا رسميا هذو اللاعبين تم تجديد عقدهم مع اتحاد العاصمة. ما زال اثنين لاعبين نستناو عن قريب، وهما ما زال بالعيد وبوسليو. ان شاء الله عن قريب راي تم التجديد اليوم ان شاء الله باذن الله قبل الرحله الى تونس. وكما عدنا ايضا بالحرام في مفاوضات مع مولوديه البيض، مفاوضات متقدمه، المهم بالتوفيق ليه. والحاجه المليحه خاوتي في الميركاتو هي احتفاظ بالركائز، حاجه اللي تساعد الفريق بزاف في الخبره في كل شيء. كما نقولوا احسن ميركاتو هو احتفاظ بالركائز، هي الصح خاوتي. والعنوان الاخير اللي راح نتحدث عليه خاوتي هي الطاقم الفني يمنح يومين راحه للاعبين بعد انتهاء التربص الاول وقبل انطلاق التربص الثاني في تونس بالضبط. ان شاء الله بالتوفيق للاعبين ان شاء الله، هذا ما نطلبوا لهم خاوتي، وان شاء الله وان شاء الله يا ربي كل التوفيق لهم ويكونوا رجال ويجيبوا لنا كاس السوبر الافريقي على اشلاء ان شاء الله يا ربي. المهم خوتي لحقنا نهاية الفيديو، ما تنساش جام واشتراك في القناة خوتي، دعمونا شوية وراح نتلاقاو في فيديو جديد لكل حصري وكل جديد لاتحاد العاصمة. المهم خوتي السلام عليكم.